رجعنا مره تانية بعد الاستراحه، حطينا في الفرن اهو عشان حضراتكم تبقوا شفتوا الكفته جوه. انا مشغله مروحه وفرن، مفيش اي مشكله خالص، ممكن اطلعها لحضراتكم كده شويه تشوفوها اهي كده. معلقه زيت او فرشه زيت تمسحوا بس على وشها او تكتفوا باللي احنا صبعناها بيه، مفيش مشكله هتطلع، مفيش ما بتاخدش 12 دقيقه 15 دقيقه اكثر حاجه، وبعد كده تاكلوها بالف هنا وشفا. انا بقول احتمال يعني انه ممكن في ناس تحب تاكلها مع ساندويتش كده، ففكرت ان احنا بدل العيش العادي، طبعا العيش البلدي موجود ان شاء الله هنعمل حلقات كتير عن المخبوزات، اسمحوا لنا نعمل التورتيلا بطريقه بسيطه وسهله كده على الطاسه على طول. ممكن يتحط فيها وتعملوه بدقيق بني، تعملوه بدقيق شوفان، تعملوه بدقيق ابيض، تعملوه باي دقيق رز اللي يريح حضراتكم واللي مناسب ليكم ولصحتكم اعملوه. انا هعمله بدقيق ابيض وهعمله عندي مقاديره بسيطه جدا، خليني اقولها لحضراتكم. عندي للتورتيلا 3 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من اللبن الباودر، 2 معلقه صغيره من البيكنج باودر، كوبايه ونص ميه سخنه. انا مش يعني ميه سخنه، يعني الميه تكون زايده عن الفتره شويه عشان تخلي العجينه كده جميله. هاخد كده الاول الملح هحطه على الدقيق هنا اهو، وهقلب، وهاخد البيكنج باودر معلقتين صغيرين وهقلب، وهحط فوقهم اللبن الباودر المعلقة الكبيرة، وبعدين هيبقى تبقى عندي ايه المية. تمام، هناخد بقى المية، يعني انواع الدقيق تقدروا تعملوه دقيق صحي مفيش اي مشكلة خالص. هروح كده عند العجان، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزل مكونات الجافة اللي هي فيها الملح والدقيق ومعلقة اللبن الباودر والبيكنج باودر مع بعض، وهجيب مية سخنة، هاخد كده بسم الله الرحمن. انا هنا مسخنه ميه قوي وهنا ميه فاتره، خليني اظبطهم الاول. شوف وايه كده، تمام جدا ميه كده. بصوا هحط كده صباعي في الميه اعد لحد 10، الدنيا جميله يعني انا مش متضايقه منها، بس هي كسره الايه الفتره يعني حاجه بسيطه دافيه بسيط. طيب معانا دانا، ناخد دانا واحنا كده بنصب الميه ونعمل العجينه بتاعتنا. بسم الله يا دانا، ازيك يا دندون؟ الو، اهلا اهلا. الحمد لله. عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله يا رب دايما يا روح قلبي. الحمد لله يا رب دايما. قولي لي يا دودي، ليكي اي طلب يا دانا؟ انا نفسي اطلع في السيد، بحب كل ايه يا روح قلبي، ربنا يكرمك باللي تتمنيه يا روح قلبي، وتبقي احسن مني مليون مره. وبحب كل الاكلات يروح قلبي، وانا بحبك قوي يا دندونه، وبحييكي وبحيي اسرتك كلها ومامي طبعا على الاخص. مش عايزه اي طلب يا دانا؟ انا كنت عايزه البليله بالنطس. الايه يا ولاد سمعتوا؟ البليله بالنطس من العندي والعندي يا دندونه، الاسبوع الجاي هعملها لك، اتفقنا؟ ميرسي يا دانا، تسلمي لي. بصب الميه شويه شويه لحد ما تبقى عجينه حلوه زي عجينه البيتزا كده، وايه وهوريها لحضراتكم، لينه ما بتلزقش. خليني ابص بصه واوري حضراتكم برضو شكل العجين. بسم الله، بصوا كده العجينة لسه محتاجة شوية، طبعا هي كده ما اتضربتش كويس بس عايزة اضربها تاني اهو، ومحتاجة قليل من الماء، يعني شوية مية بسيطة كمان عشان تظبط معايا اهو. هنزل كده نقطتين مية، مية الدافية دي بتفرق قوي، بنريح العجينة بس ربع ساعة قبل ما بنشتغل فيها، وبنعملها كور على حسب وزن يعني حجم الرغيف اللي حضراتكم عاوزينه. انا هعمل حجم الطاسه دي او اصغر، خليني برفعها شويه، انا مش حاطه فيها اي ماده دهنيه. هقلب كده تقليبه وهمسك الجلافز، خليني بقى ابدا ايه اوري حضراتكم.
معانا استاذه سعاد، اهلا وسهلا. اهلا ازيك يا بنتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم، زي حضرتك. ربنا يبارك فيك يا بنتي، ربنا يبارك حبيبتي. ربنا يديك الصحه. اتفضلي طلب بعد اذنك. اتفضلي يا فندم، اموري. ربنا يبارك. عايزاك تعملي تركسيه. ده احنا عملناها بعينيا. حاضر حاضر، انا عملتها على فكره عملتها قريب، عملتها اول ما نزلنا بعد رمضان على طول. حضرتك لو شفتيها على اليوتيوب على قناه الاهلي هتلاقيها، او على قناه الاهلي. خلاص ماشي. طب لو سمحت، بعد اذنك، الكفته اللي انت عامليها، اللي انت عملتيها بتاعت العصر دي، على ضمانتك يعني اعملها تبقى حلوه؟ هتبقى رائعه، دوقيها وجربيها وحضرتك يهمني رايك، تتصلي بيا وتقوليهولي. ان شاء الله تعجب حضرتك من الكفتات الجميله جدا النباتيه رائعه. كفتات العدس دي معروفه جدا، في ناس كتير قوي بتعملها، وبصراحه هي جميله للولاد. بصوا كده انا العجينه بقت عامله ازاي معايا كده اهي. المفروض بقى باخد العجينه دي، باخد منها احجام. خليني البس بس الجلافز التاني عشان ما اوسخش ايديا بالعجين. هوري حضراتكم كده، هاخد كده مثلا بتني بعمل الصباعين دول، يعني انا اهو بعمل عجينه كده وبقطع كده بالصباعين دول، بضغط هي بتتقطع الكوره لوحدها. باخد الكوره دي اعملها كده، وايه، وبسيبهم كده جنب بعض. لما يرتاحوا بغطيهم بورق او كيس ثلاجه او الاسترتش زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان ما تعملش قشره ويبقى طري. هاخد بقى العجينه دي احطها هنا كده واسيبها ترتاح، وهجيب المردنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هرش رشه بسيطه كده من الدقيق، وعندي هنا الايه، العجينه بعد ما ارتاحت. ليه؟ لما بترتاح بتديني يعني بتتفرد معايا كويس، بشكل كويس. بلاش دي هنا، اتعلمت اصلا عشان المصورين بيقولوا لي نبقى شايفين الحاجه، عندهم حق برضو. بتقول لا ما قلتش؟ طيب اهو، حلو كده. طيب كده هنفتح كده ونعملها على شكل دايرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العيش ده جميل وسريع في البيت، وناس كتير بتحبه قوي، وتقدروا حضراتكم تعملوه بالنوع الدقيق اللي يريح حضراتكم. يعني عايزين تعملوا بدل ده دقيق شوفان، تعملوا ميكس بين الاتنين، ماشي. هفضل كده ايه، افرد عشان تمام. ميرسي انا ده والله كده. طيب حاضر، خلي دي هنا انا مش هحتاجه، على اليمين. حاضر كده تمام اهو. تسلم ايديكم والله، شكرا ليكم كده. وهنبدا بفرد كويس لحد ما تبقى يعني رقيقه وحلوه. لو انا عايزه الشكل منمق قوي هجيب طبق واقلبه واخد من حواليه بالسكينه اطلعها دايره. لو انا مش فارق معايا قوي يعني هتطلع برضو جميلة ومظبوطة، لأن هو برضو لما بيكش شوية بيبقى جميل، يعني بياخد الشكل الدائري، ما تقلقوش. أهو كده، خد بس إيه رشة بسيطة كده. هوري حضراتكم في واحد وإحنا مجهزين شوية برضو، وده لازم يتغطى أول ما يطلع، علشان يعني بمناديل مطبخ أو بفوطة عشان إيه يحافظ على طراوته. ولو حضراتكم عايزين تحتفظوا بيه في الفريزر هتشيلوه بينه فواصل من الورق الزبده، تحط في ترص في طبق ويتغلف بالاسترتش ويتحط في الفريزر، وقت ما تعوزوه تطلعوه يتلاقوه تمام. طيب هاخد بقى هنا الطاسه كده، لسه انا كنت رفعتها من على النار. خليني ايه افرد بس الطرف، تسخن بس الطاسه شويه اهو. وتعالوا بقى نحط هنا في الطاسة، بسم الله على الطاسة من غير اي مادة دهنية ولا حاجة اهو، بس لحد ما ياخد اللون. طاسة تكون ما بتلزقش علشان يعني يبقى، بصوا حضراتكم انا بهزه سهل، يعني سهل معايا في ان انا ايه
تطلع معايا الرغيف على طول، وما حطيتش اي ماده دهنيه ولا حاجه ولا زيت ولا حاجه. دي طريقه بسيطه جميله وسريعه. بس هنراعي بقى معانا لو احنا حاطين اي نوع من انواع الدقيق البني ان احنا نراعي نسبه السوائل بتزيد شويه، خلي بالنا منها. بصوا لازم يشوفوا بس شكله الاول، يبدا يعمل كده فقاعات كده، وبعدين هنقلبه على الناحيه الثانيه. كده كده، بسم الله. شايفين ازاي ياخد بس اللون ويبقى رغيف كده جميل؟ لا، ما احنا عشان نختمها بقى هنحط بقى معاهم الايه، نحط بقى جوه هنا مثلا سلطه زبادي، كام خياره، خس، ونحط الكفته كده وتتلف رول ويتقطع ويتعمل سندوتشات جميله خفيفه لطيفه، يبقى حلو قوي. يعني ايه وجبه حلوه يعني. خليني بس هنا اقلب على الناحيه الثانيه اهو، ده قلبته. نبص كده بص على الكفته، كفته رائعه، خلاص داخله في الايه التسويه على طول، بدات بقى تفك كده من الايه من الطاسه او البان اللي انا حاطاه فيه هنا بالسباتشولا كده. كده عشان نضمن انه تمام. ونقلب لسه الناحيه الثانيه اهو. حاضر، يلا بينا. احنا بقى ايه، انا هسوي ده بسرعه وهجهزه لحد ما حضراتكم ترجعوا لنا بعد الفاصل. بصوا يطلع شكله كده. مخرجنا هو جنب العدس، العيش بياخد بس اللسعه الحلوه دي يكون استوى من جوه عشان يبقى الرغيف مش معجن، ورققوه قد ما تقدروا عشان يبقى مظبوط. وده على الهوا، وانا هجهز اللي معايا ده وهوريه لحضراتكم لما نرجع بعد الاستراحه، ونبدا ان شاء الله من تستنيه حضراتكم. بسم الله.